يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى. طيب طبعا هون موضوع خلع النعل صار فيه كلام طويل عند أهل التفسير، ليش اخلع نعليك؟ طبعا ليش صار فيه كلام طويل في قضية اخلع نعليك؟ لأنه إحنا عارفين إنه النعل يمكن إنك تصلي فيه أنت في المسجد أصلاً. إحنا ليش الناس بيخلعوا من رجليهم هنا؟ لأنه في سجاد، ولا هو في الأصل إيش؟ إنه يصلى بالنعل، إيش المانع؟ ففيش علاقة أصلاً بين كونها المنطقة مقدسة وإني أخلع نعلي. ما هو النعل في الأصل طاهر، في الأصل طاهر، ليش نخلعه؟ ونخلع الملابس كمان؟ إيش يعني؟ بعضهم بعض أهل التفسير بدون دليل، بدون دليل قالوا إنه، وهذا كثير من يجدوا في كتب التفسير، قالوا إنه كانوا النعلين من جلد حمار. حمار؟ إيش يعني حمار؟ يعني هو الحمار في اليهودية كان، أو قبل اليهودية كان محرم، ما هو يدوب المسلمين لفترة وهم يأكلوا الحمار. شك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر في مرحلة متأخرة حرمت الحمير الأهلية. إذن ليش بده تواضع؟ في بعض الناس قال لأنه عنوان إنك أنت حطيت السير، يعني خلعنا عليك معناته إقامة مثلا. في ناس قالوا بما أن الأرض مباركة خلي رجليه إيش تلامس هذه الأرضية المباركة. ماشي، ولكن يبدو اليوم على فكرة لما صار في كلام فيما يسمى بالطاقة الحيوية، في كلام كثير الآن فيما يسمى إيش بالطاقة الحيوية، والإنسان كيف أنه أحيانا إذا صار في عنده علم في موضوع الطاقة والجسد، وفي طاقة إيجابية وطاقة سلبية، وضرورة نتخلص بالطاقة السلبية ونأخذ الطاقة الإيجابية، وفي مواقع معينة في الجسد، وبالذات إيش القدمين، بالذات القدمين على فكرة القدمين يتحدث عنهم بشكل واضح في موضوع الطاقة الحيوية وتفريغ الطاقة السلبية. ولذلك الآن في كلام بينصحوا بالمشي. ما بتلاحظوا هالأيام إحنا بنختلف عن الأجداد، إنه نادر جدا نمشي حافين، ولذلك جيد إنه يرجعوا الناس إيش لقضية إنه يمشي في الدار حافي ولو على البلاط لفترة، يعني في يوميا في أوقات معينة، لأنه على ما يبدو إلها مردود على النفس البشرية موضوع. ووارد على فكرة في السنة إنه في السنة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، كان يأمرنا إيش قال الصحابي إذن؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا، شوفوا يأمرنا أن نحتفي. شو قصده الآن نحتفي؟ هون يعني نمشي حافيين، نمشي حافيين على الأرض. أن نحتفي إيش أحيانا، يعني في بعض الأوقات. ممكن على فكرة من الأشياء المطروحة إنه ليش أخلعنا عليه الآن؟ لاحظوا الموقف، موقف فيه رهبة، فيه رهبة، ولأول مرة يصدم موسى عليه السلام، والآن راح يشوف أفعى وتفاصيل طويلة. إذا جيد الناس اللي عندهم اختصاص، اللي عندهم اختصاص في هذا العلم، اللي هو علم الطاقة الحيوية، إيش يعني كون موسى يخلع عليه ويصبح على أرض الوادي إيش حافي؟ إيش هذه بتفيد؟ أولا إيش بتفيد بالنسبة لانتباهه، تمالك نفسه مثلا، القلب مثلا إذا بيكون في مفاجآت بتخوف تماسكه هو حافي، إيش فائدته حافي؟ إذن حتى لا نضيع هذه الإشارة، حتى لا نضيع هذه الإشارة اللي جاءت، وروح بالنا إنه كائن جلد حمار، ما هي إشارة مشان تستفيد أنت. معناته إحنا الآن نطالب الناس اللي عندهم اختصاص بهذا الكلام اللي هو الطاقة الحيوية، مثل هذا الموقف اللي وقفه موسى عليه السلام وترتب عليه أمور، ومن ضمنها موضوع العصا وإلقائها والرعب وخاف وتفاصيل،
إيش التحفي هذا كان مقصود من النور؟ يعني إذا يخلع من رجليه ويقف على الأرض، إيش بيعطيه هذا الكلام؟ مش موضوعي أنا الآن. ليش ما يروح بالنا إذن لهذا الكلام؟ يعني ليش موضوع إنه ممكن يكون المقصود جلد الحمار أو المقصود الأدب؟ ويعني أنا بتأدبش إلا تخلع من إجري، لا هو إله. كيف لما قال له، ومنجيها إن شاء الله، كيف لما قال له اضمم إليك جناحك من الرهب؟ معناته في حركات، في حركات معينة. شوفوا إذا صابته الرهبة شو يعمل؟ يضم إليه إيش؟ لأن هذا الجناح بعدين نتحدث فيه إن شاء الله، هذا الجناح خصوصا هذه المنطقة، يضم وضم إليك جناحك من الرهب. إذا لما يصير رهبة شو يعمل؟ لحظة، هذه حركة على ما يبدو لها علاقة بإيش؟ تماسكه، لها علاقة بتماسكه. وهو على فكرة بنعملها إحنا أحيانا. شوفوا لما واحد يتفاجأ بموقف مخيف، كان قال إيش؟ شو بيعمل بهذه الطريقة؟ مش هيك؟ هذه حركة تلقائية فطرية، حركة فطرية لابد لها. هذه الحركة كثير من الحركات الفطرية وراءها إيش؟ أسرار في الخلق، لأن الله خلق فيك. أنت عمره ما واحد بيخاف هيك، بيخاف بها الطريقة الواحد. هذه الحركة الفطرية شو المقصود فيها؟ ثم التحفي، يعني يخلع عليه حافي في الأرض، بده يستقبل شيء. طيب، وإذا كان هذا الوادي الآن كان فيه فيوضات معينة، وإذا كان هذا الواد فيه فيوضات الآن، معناته في التحفي إيش بصير؟ وبدي اكتسب الآن، في عندي طاقة على فكرة سلبية ممكن تخرج منه، وطاقة إيجابية يأخذها. إذا يروح بالنا هون، هذا مجرد اقتراح في تفسير خلع النعل، هذا واحد فيما يتعلق إيه بخلع النعل.